ولدت الفنانة المصرية الاستعراضية نايمة عاكف في 7 من شهر أكتوبر في عام 1929، وبرجها الفلكي كان برج الميزان. هي من مواليد مدينة طنطا في محافظة الغربية، حيث كان السيرك الذي يمتلك والدها. انفصل والدها عن والدتها وتزوج من امرأة أخرى، فتركت نعيمة السيرك واتجهت إلى ملهى الكتكات، وهناك شاهدها المخرج أحمد كامل مرسي وقدمها في فيلم ست البيت، والذي كان بداية انطلاقها. تزوجت خلال حياتها مرتين، الأولى من المخرج حسين فوزي ولم ترزق بأطفال وانفصلت عنه، والزوج الثاني هو المحاسب صلاح الدين عبد العليم ورزقت منه بابنها الوحيد محمد، ولكنه توفى وهو طفل صغير. توفيت نعيمة عاكف بعد صراع مع المرض، وذلك في عام 23 إبريل عام 1966 عن عمر 39 عام. وقعت الفنانة نعيمة عاكف في موقف صعب مع أحد الضباط الأحرار، وهو الضابط صلاح سالم. ذات مرة كان صلاح سالم بيقود سيارته، وأثناء سيره فوجئ بسيارة ملاكي بيقودها رجل بطريقة مسرعة وبتجلس امرأة في الخلف، فانحرف السائق واصطدم بسيارته. توقف صلاح وقال مش تحاسبوا يا جماعة، فقام السائق بالرد بطريقة سيئة وبعض الشتائم، ثم انطلق في طريقه مسرعا. فانطلق وراءه وذهب حيث وصلوا إلى المحل، ودخل صلاح سالم يعاتب السيدة الحسناء والتي دخلت المحل، ولكنها تلفظت بشتائم أثارت غضبه وأفقدت أعصابه وانهال عليها ضربا على وجهها. حاولت نعيمة عاكف أن تمسك بيده وترد الضربات دون أن تعلم من هو، ولا يعلم أيضا هو من هي. حاول مدير المحل أن يفضل الاشتباك قائلا ده صلاح سالم بتاع الثورة، هتودي نفسك في داهية يا ست نعيمة. وعندما عرف الناس بشخصيته أرادوا أن يضربوا نعيمة عاكف، ولكنه أمرهم بالانصراف وقال أنا اتهنت والثورة اتهانت من هذه السيدة. وفي اليوم التالي أرسل إليها ضباط لأحضرها، فأراد زوجها حسين فوزي أن يذهب معها لكنهم رفضوا. وهناك قال لها مدير المباحث الجنائية حضرتك غلطتي في حق صلاح سالم وضاعد مجلس قيادة الثورة وطالب بمحكمتك. فانهارت في البكاء وقالت يا سعادة البيه اللي ما يعرفك يجهلك، أنا ما كنتش أعرف وسوائي هو اللي شتمه الأول، ولما سعادة البيه حاول يوقف عربيتنا وطاردنا افتكرناه واحد قليل الأدب وبيعكسنا فضربناه وحصل اللي حصل. طلبها الضابط أن تكتب جواب اعتذار له عما حدث، فقالت إنها لا تريد الكتابة. فقام أحد الضباط بكتابة الجواب لها، وهي من اختارت الكلمات، فاعتذرت قائلة عزيزي صلاح بكل دقة في قلبي وكل شعر في رمش عيني، أنا بعتذر لك وبقول لك أسفة جدا وحقك عليا وما تزعلش مني، ويا بخت من قدر وعفي. وبالفعل تم العفو عنها وخرجت من سرايا النيابة. تزوجت الفنانة الراحلة نعيمة عاكف خلال حياتها مرتين. كانت الزيجة الأولى في حياة نعيمة من المخرج حسين فوزي، والذي أعجب بها عندما شاركت معه في رقصة ضمن أحداث فيلم ست البيت. وتحدثت الفنانة هند عاكف ابنة شقيقتها عن زواجها الأول وما هو سبب الانفصال، فقالت تحمس لها فوزي والذي رشحها لعدد من الأعمال، ونشأت بينهما قصة حب تطورت للزواج، ومن بعدها احتكرها كممثلة ورفض أن تشارك في أي أعمال فنية إلا تحت إشرافه وإخراجه. وأوضحت هند عاكف إن أسباب الانفصال لم تكن أسباب فنية، وذلك لأنه كان يرفض إنجاب أطفال لأن لديه أطفال من زوجته الأولى، وهي كانت تريد طفل. وتابعت بعد انفصال عمتي عن حسين فوزي تزوجت من المحاسب صلاح عبد العلي العليم، ورزقت بابنها الوحيد محمد، وكانت أما حنونا بشكل كبير، ولكنه توفى وهو في الرابعة من عمره.
صرحت الفنانة المصرية صابرين أن هناك صلة قرابة بتجمعها بالفنانة الراحلة نعيمة عاكف، وذلك لأن والدتها هي ابنة خالة الفنانة نعيمة عاكف، ولكن صابرين لم تراها لأنها توفيت في سن صغيرة قبل أن تولد هي. كما ذكرت أيضا أن جميع أفراد العائلة كانت لديهم مواهب مختلفة مثل الفنانة الاستعراضية نعيمة عاكف. الفنانة نعيمة عاكف والمطرب محمد الحلو، فاتن الحلو، مدربة السيرك، كل هذه الأجواء الفنية ساهمت في نشأتها على حب الفن. قدمت نعيمة عاكف مع الفنان محمد فوزي فيلم يا حلاوة الحب، وذلك في عام 1952، وبتدور أحداث الفيلم حول الفتاة شكرية ابنة العائلة السرية والتي يريد والدها أن يزوجها من نبيل، الشاب الغني والذي يعمل مطرب. ولكن في الحفل الذي يحاول الأب فيه أن يقرب بين شكرية ونبيل، بتصل فتاة أخرى تغني وترقص في الحفل فيعجب بها نبيل، وتتوالى الأحداث، ويشارك في بطولة الفيلم الفنانة زينات صدقي والفنانة وداد حمدي وغيرهم، وهو من إخراج حسين فوزي. قدمت الفنانة نعيمة عاكف فيلم من أشهر أفلامها مع الفنان أنور وجدي، وهو فيلم أربع بنات وضابط، واللي تم عرضه في 1954. الفيلم بتدور أحداثه حول فتاة الإصلاحية اللي بتقع في حب الضابط وبتقرر الهرب مع أصدقائها الثلاثة. بيشاهدها رجل وهي تغني في الشارع مع زملائها، فبيجد إنها تشبه كثيرا فتاة فقدت من أهلها منذ سنوات، فبيقدمها إليهم على إنها ابنتهم لكي تعيد الروح والسعادة إلى الأسرة من جديد. ورغم يقين الأم بأنها ليست ابنتها إلا أنها بتحبها وبتسعد بوجودها في منزلها، بتفكر في أن تزوجها من صديق العائلة وهو الضابط، والذي يتفاجأ بأنها فتاة الإصلاحية. وبتتوالى الأحداث، ويشارك في بطولة الفيلم الفنان أنور وجدي والفنانة أمينة رزق والفنان عبد الوارث عصر وغيرهم، وهو من إخراج أنور وجدي. في عام 1963، عندما كانت تقوم نعيمة عاكف بتصوير فيلم بياعة الجرايد، شعرت بالألم، وعندما ذهبت إلى الطبيب أخبرها أنها مصابة بسرطان المعدة. ظلت تحارب المرض 3 سنوات حتى توفيت في 23 إبريل عام 1966 عن عمر ناهز 39 عام. بدأت الفنانة المصرية الراحلة نعيمة عاكف مسيرتها الفنية من خلال عملها في فرقة بديعة مصابني، ثم اتجهت نحو العمل في السينما، وذلك في فترة الأربعينات. قدمت أول فيلم لها بعنوان حب لا يموت وفيلم آه يا حرامي، وتم عرضهم في 1948، وتوالت أعمالها الفنية بعد ذلك، والتي من أبرزها فيلم تمر حنة اللي قدمته مع الفنان رشدي أباظة وأحمد رمزي، وذلك في عام 1957. كذلك فيلم أربع بنات وضابط، واللي شاركها بطولته الفنان أنور وجدي، وذلك في عام 1954. أما آخر أعمالها الفنية فكان فيلم أمير الدهاء في عام 1964 قبل أن تتوفى بعامين. رحم الله الفنانة نعيمة عاكف وأسكنها فسيح جناته.